تحسين نوعية حياة المواطن هدف سياسات الحكومة. برمضان شو أخذت الحكومة إجراءات وقرارات لتخفف أعباء اقتصادية على المواطن؟ الصناديق الحكومية أجلت الأقساط المستحقة على قروض المواطنين، وأكثر من نصف البنوك العاملة في الأردن أجلت أقساط القروض استجابة لمبادرة الحكومة. صرفت الحكومة دعم الخبز، وثبتت أسعار المحروقات للشهر الحالي أيار. صرفت كامل رديات الضريبة المستحقة للمواطنين، ومددت مهلة إعفاء المكلفين من غرامات الضريبة لنهاية رمضان مع إمكانية التقسيط. خفضت أسعار 81 سلعة غذائية استهلاكية أساسية، وفرت سلعة استهلاكية رئيسية بيزيد عليها الطلب برمضان في المؤسسات الاستهلاكية. شجعت إقامة أسواق شعبية في المحافظات بتوفر سلعة رئيسية بأسعار مناسبة لمختلف شرائح المجتمع وبتدعم المزارعين، وعم بتشدد إجراءات الرقابة على الأسواق خلال الشهر الفضيل. لا تزال الإجراءات مستمرة للتسهيل على المواطنين. 400 مليون دينار ضختها الحكومة لتنشيط السوق. مبادرة أردن النخوة لدعم الغارمات نجحت بكف الطلب عن 6481 غارمة، وانتهت بالدفعة السادسة مطلع رمضان، والإعداد جاري لأطلاق حزمة برامج اجتماعية لمحاربة الفقر ورفع مستوى المعيشة. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.